السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي أخبار كريم. واللي هنتكلم فيه النهاردة على إن صلاح بيخسر جائزته المفضلة لصالح لاعب نيوكاسل يونايتد وهالاند في المركز الخامس. فخليكم معانا لغاية آخر الفيديو عشان تعرفوا إيه هي الجائزة ومين اللاعب اللي خدها من النجم الكبير محمد صلاح. فخسر قائد المنتخب الوطني محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي، واللي كان بيسعى إليها الفرعون المصري عشان يحققها للمرة الثالثة على التوالي. وكان صلاح توج بهذه الجائزة اللي بتقدمها صحيفة ميرور البريطانية في العام الماضي والعام قبل الماضي أيضا، ويفوز بلقب لاعب العام صاحب أعلى نسبة تصويت من قبل الجمهور. وتفوق البرازيلي برونو جيماريش لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على النجم الكبير الفرعون المصري محمد صلاح، وفاز بالجائزة عشان ينهي هيمنة اللاعب المصري عليها لمدة سنتين متتاليتين. وجه صلاح في المركز الثاني في ترتيب الجائزة خلف جيماريش، ومتفوقا على بيث ميد لاعبة فريق أرسنال للسيدات. وجه الترتيب النهائي للجائزة بالطريقة اللي جاية. ففي المركز الأول برونو جيماريش لاعب نيوكاسل يونايتد ومنتخب البرازيل، وفي المركز الثاني نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، وفي المركز الثالث بيث ميد لاعبة أرسنال للسيدات ومنتخب إنجلترا للسيدات، وفي المركز الرابع بوكايو ساكا لاعب أرسنال ومنتخب إنجلترا، وفي المركز الخامس الدهية والدبابة هالاند لاعب مانشستر سيتي ومنتخب النرويج. أما المركز السادس فلصاحب اللعبة كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا، وفي المركز السابع سون هيونغ مين لاعب توتنهام ومنتخب كوريا الجنوبية، وفي المركز الثامن جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي ومنتخب انجلترا. اما في المركز التاسع والاخير النجم هاري كين لاعب توتنهام ومنتخب انجلترا. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم على ان صلاح خسر جائزته المفضلة وهي جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لصالح لاعب نيوكاسل يونايتد النجم جيماريش. فيا ترى يا هل ترى هتقدر تعمل إيه يا صلاح في موسم في أواخر 2022؟ في النهاية بنتمنى التوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح في الفترة اللي جاية من باقي أيام 2022. خسرت جايزة يا أبو صلاح مش مشكلة، بس ركز في اللي جاي لأن اللي جاي صعب جدا. عندك بطولات متعددة، بطولة الدوري الإنجليزي وبطولة اللي بعدته عنه بنسبة كبيرة، وبطولة دوري أبطال أوروبا، وبطولة كأس المحترفين، وبطولة كأس رابطة المحترفين أيضا. فنتمنى لك التوفيق في كل البطولات القادمة، ونتمنى ان ربنا يرزقك بالعديد من الاهداف في الفترة اللي جاية عشان تعود تاني الى الساحة بقوة شديدة كما تعودنا عليك يا نجمنا الغالي يا محمد يا صلاح. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال الدين.